قال قائد الثورة والجمهورية الإسلامية هنا في إيران السيد علي خامنئي إن الجولة الأولى من الانتخابات لم تشهد مشاركة كما كان متوقعا، وشدد خلال لقائه عددا من المسؤولين والمدرسين في مدرسة الشهيد مطهري على أن وضع كل مطهري عفوا أن وضع كل من لم يشارك في الانتخابات ضمن خانة المعارض للنظام هو خطأ كبير. لدينا الجمعة انتخابات مهمة جدا، والجولة الأولى لم تشهد مشاركة كما كان متوقعا، ولهذا الأمر أسباب يجب أن يدرسها المتخصصون في علم الاجتماع، لكن الأمر المسلم به أن من يعتقد أن هؤلاء الذين لم يقترعوا هم معارضون للنظام فهو مخطئ جدا، وهذا الفهم خاطئ بالمطلق. البعض لم يعجبه مسؤول ما، والبعض الآخر لا يعجبه النظام، ولا نقول إنهم غير موجودين، بل هم موجودون ويعبرون عن رأيهم بحرية، ونعلم ما يقولون. هم يخالفون أصل النظام الإسلامي، لكن وضع كل من لم يشارك في الانتخابات ضمن هذا التصنيف خطأ كبير. وأشار السيد خامنئي إن مشاركة الإيرانيين في هذه الانتخابات الرئاسية بالنسبة للنظام الجمهورية الإسلامية هي سند ودعم ورفعة وفخر، وأكد أنها تؤمن للنظام الإسلامي القدرة على تحقيق أهدافه داخل البلاد وخارجها. إن شاء الله نأمل أن تكون الجولة الانتخابية الثانية حماسية ومشرفة للنظام الإسلامي. مشاركة الشعب بالنسبة لنظام الجمهورية الإسلامية سند ودعم ورفعة وفخر. مشاركة الشعب تؤمن للنظام الإسلامي القدرة على تحقيق أهدافه داخل البلاد واستراتيجيته، وهذا الأمر فرصة كبيرة لإيران. كل من يعز الإسلام والجمهورية الإسلامية ويرغب بتطور البلاد عليه أن يظهر ذلك بحضوره في الانتخابات يوم الجمعة وانتخاب الأفضل الذي يحقق أهداف البلاد.